اند ومره فين؟ في السنتر. بعد كده خدنا بعد كده السلندر فاكرين؟ وخدنا القانون العام بتاع الايه؟ بتاع الركن. دمنا على مسافه اسمها اتش. اتش وال ناقص اتش فاكرين؟ بعد كده خدنا السلندر. كان في حاجه اسمها هولو سلندر وحاجه اسمها سوليد سلندر وحاجه اسمها ايه؟ فيري سيل. كان باقي لنا بس السفير لو تفتكروا. خلاص كده؟ السفير اهو عشان شرحته في مجموعات معينه فلازم انا اشرح لكم زيهم يعني. السفير اهو. ايه؟ ايوه ده. طيب برضو عايز ايه للسفير ده؟ عايز له ايه؟ عايز المومنت في الانيرشيا بتاع مين؟ بتاع السفير. بتلف حوالين المحور، فين المحور ده؟ في السنتر بتاع السفير ده. طب لما كده خدت جزء من الرد. لما خدت جزء من الرد كان جزء صغير على شكل بوينت ماس. طب لما جيت اخد ايليمنت من الاسطوانه فاكرين كان شكله عامل ازاي؟ كان اسطوانه برضه. طب لما اخد ايليمنت من السفير؟ اسطوانه. هفكركم بطريقه كنت بعمل ايه؟ كنت ما ينفعش اطبق القانون بتاع ام ار سكوير في الاشكال، كنت بعمل ايه؟ كنت بلجا ان انا اخد ايليمنت صح؟ لما اخد ايليمنت هجيب الكتله بتاعته. طب لما اجيب الكتله بتاعته هجيب له العزم بتاعه. طب لما اجيب العزم بتاع الايليمنت هعمل تكامل عشان اجيب العزم بتاع مين؟ بتاع الشكل كله. فاكرين الاربع خطوات؟ حاجه اسمها ام نود عشان اجيب الكتله البريونت ايه؟ بريونت فوليوم. طب بعد ما اجيب ام نود اروح اجيب كتله الشريحه. طب بعد ما اجيب كتله الشريحه هجيب عزم الشريحه. طب بعد ما اجيب عزم الشريحه هكمل واجيب العزم بتاع الشكل كله. طيب يعني انت كل مره بتحاول تدور تجيب حاجه اسمها شريحه. ايه بقى الايلمنت اللي ممكن تاخده من السفير؟ ابسط حاجه للسفير يا شباب فوق البرتقاله. عارف البرتقاله؟ شكلها عامل ازاي؟ مش السفير؟ هات سكينه تعالى نقطع منها ايه؟ شرايح. ايه الشريحه بتاعت البرتقاله بقى؟ دايره وليها سمك. يعني ايه دايره وليها سمك؟ وكمان انهي نوع من الاسطوانه؟ سوليد. سوليد صح ولا لا؟ مش بتبقى عباره عن ايه؟ مصمطه من جوه كده؟ شرايح مصمطه؟ يبقى عباره عن ايه؟ سوليد سلندر. في النهى دي زي الخياره كده برضه دي مش نفس المثال بس انا قلت برتقال عشان برتقال عشان شكل الكوره خياره دي سلندر شفت المهندس لما يفكر خياره سلندر واسطوانه كوره ومش عارف ايه بعد ما خلصت سنه خمسه كليه يعني سنه رابعه تحس انت ماشي في الشارع كل حاجه بالنسبه لك هندسه يعني حلاوه الكهرباء بالذات خليك تفهم من حواليك يعني يعني كل حاجه حواليك كهرباء اصلا انا كنت كهرباء برضه انا اصلا دخلت كهرباء عشان كده عشان افهم كل حاجه شغاله ازاي فاهم حتى الحاجات الصفرا دي معناها دي تبع كهرباء كل حاجه تبع كهرباء حضرتك فين في الوقت ده اه طبعا على فكره انا كنت دخلت كهرباء بالذات عشان خاطر قبل ما اخش كليه كمان كنت محددها كده كهرباء مش معنى كده ان الكهرباء احسن حاجه لا 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 كهرباء عشان خاطر انا بحب كده يلا خلاص انا عارف انتوا اصلا عايزين تصحوا حوارات عشان من كفايه عليكم اصلا ادي السفير اهي طيب السفير دي اتفقنا ناخد منها ايه؟ ايليمنت طيب لو نص اقتناع اسمه ار كابيتال نص اقتناع اسمه ار كابيتال خد منها ايليمنت اهو حد متخيل يا شباب؟ دي الشريحه بس جوه السبوره كده. حد فاهم؟ يعني دي لو عملتها كده هتبقى كده. حد فاهم؟ طيب نص القطر بتاع الكوره اسمه ايه؟ اسمه ار. نص القطر بتاع الشريحه دي اسمه ايه؟ اسمه ار سمول. بعد السنتر بتاع الشريحه من السنتر بتاع الكوره هسميه ايه؟ اكس. خلاص كده؟ طيب يلا يا باشمهندس اعمل ايه؟ كل مره يبقى حاجه اسمها ايه؟ ام نود مش هي دي البدايه دايما؟ اي اول حاجه ام نود احنا كده بنتكلم على السفير. دي حاجه اسمها ام نود. مين هي ام نود؟ مره كنت بقول الكتله على طول ومره كنت بقول الكتله على حجم. افتكروا الكوره عباره عن ايه؟ كتله على حجم يبقى ام نود هي الكتله كلها بس على مين؟ على الحجم كله. خلاص كده؟ طب حجم الكرة عبارة عن ايه؟ 4 على 3 باي ار ده كيلو يبقى ام كابيتال على 4 على 3
باي ار كابيتال ايه تكعيب. ايه ار كابيتال؟ لان نص كتر الكوره نفسها اسمه ايه؟ اسمه ار كابيتال. طب بعد ما جبت المنوب بروح اجيب مين؟ كتله الشريحه. طب يا باشمهندس مش بعد الشريحه من السنتر اسمه اكس، يبقى السمك بتاعها اسمه ايه؟ فاكر الحته ديت؟ قلت لك بعد الاليمنت اسمه حاجه، يبقى السمك بتاعه دي الحاجه ديت. بعد اسمه اكس يبقى دي اكس، بعد اسمه ار يبقى دي ار. حد فاهم؟ يبقى السمك بتاع الشريحه ده اسمه ايه؟ دي اكس. طيب تعرف تمثله لي هنا؟ اه، نص القطر بتاع الشريحه اسمه ار سمول، والسمك بتاعه والارتفاع بتاعه اسمه ايه؟ دي اكس. طب عشان تجيب كتله الشريحه لازم يبقى عندك مين؟ حجم الشريحه. طب حجم الشريحه عباره عن ايه؟ مش اسطوانه؟ حجم الاسطوانه عباره عن ايه؟ مساحه القاعده في الارتفاع. مين هو مساحه القاعده؟ باي ار سكوير. مين هو الارتفاع؟ يعني معنى كده حجم الاليمنت ده هو باي ار سكوير في مين؟ في دي اكس. يلا عوض ده يا باشمهندس. يبقى كده الماس، الماس اوف اليمنت يعني ايه؟ كتله الشريحه بتساوي ام لود في حجمها، صح كده؟ ادي ام لود اهو. فين حجم الشريحه؟ باي ار سكوير مين؟ دي اكس. حد كده في مشكله؟ طب بعد ما كده كنت بجيب كتله الشريحه كنت بعمل ايه؟ بجيب العزم بتاع الشريحه، صح ولا لا؟ الاي بتاع مين؟ بتاع الاليمنت بيساوي، كنت بعمل ايه عشان اجيب عزم الشريحه؟ الكتله في مربع المسافه، مش كنت بعمل كده؟ بس هنا مش هعمل كده. اصل هنا الشريحه عباره عن ايه؟ اسطوانه، واي نوع من الاسطوانه كمان؟ كمان عندي قانون اصلا للسوليد، محتاج بقى اكتب القانون من اول وجديد واثبته من اول وجديد، ولا اكتب القانون بتاع السوليد سلندر وخلاص؟ طب القانون بتاع السوليد سلندر كان مص ام ار سكوير، فاكرين ولا لا؟ مش القانون بتاع السوليد سلندر؟ النص هو يا باشمهندس، مش الام دي كتله الاسطوانه؟ ليه بتمثل كتله مين؟ الشريحه. لان هي الاسطوانه بتمثل ايه اصلا؟ الاليمنت. طب انا بقول لك كتله الاسطوانه قصدي بيها الكتله بتاعت الشريحه دي، صح؟ اللي هي عندنا اصلا اهي ام نوت باي ار سكوير مين؟ طب ار كابيتال سكوير كان نص كتر مين هناك؟ نص كتر الاسطوانه. نص كتر الاسطوانه اسمه ايه؟ ار سمول. يبقى بدل ار كابيتال سكوير تبقى ايه؟ فهمتوها جت ازاي؟ حد فاهمها؟ كتبت نص ام ار كابيتال عادي جدا، بس هناك الام كانت كتله الاسطوانه، هنا كتله الاسطوانه هي دي. هناك الار كابيتال كان نص كتر الاسطوانه، هنا نص كتر اسمه ايه؟ ار سمول. بدلت بس. طب كمل كده، جبت الاي بتاع الاليمنت، انا عايز الاي بتاع مين؟ بتاع السفير كلها، اعمل ايه؟ تكامل. نص يطلع بره، والام نوت تطلع بره، والباي تطلع بره. شكرا. تطلع بره، صح كده؟ تبقى جوه مين بس؟ تكامل مين؟ ار اس 4 بالنسبه لمين؟ لدي اكس. خلاص كده؟ طب الار صغير من فين لفين؟ اصلا انا بكامل بالنسبه لمين؟ لاكس. ينفع تكامل الار بالنسبه لاكس؟ طب ينفع تطلع الار بره؟ الار ثابته ولا متغيره؟ عارفين هي متغيره يعني ولا لا؟ مين هي الار اصلا؟ نص القطر بتاع الشريحه. طب الشريحه نفسها بتتغير؟ اه طبعا. فاهمين ولا لا؟ طبعا اكيد اول البرتقاله غير ايه؟ غير في النص غير في الاخر. لما اجي اقطعها شرايح بلاقي ايه؟ شرايح صغيره وشرايح ايه؟ كبيره، نص القطر بيختلف. طيب طب ايه الحل بقى؟ بدل الار بمين؟ باكس. هل في حاجه تربط الار باكس؟ اه المثلث الصغير ده شايفينه؟ المفروض ان الار كابيتال هي ايه؟ جاز ار سمول سكوير ناقص ايه؟ اكس سكوير. لا انا عايز ار سمول، يبقى ار سمول سكوير هي ار كابيتال سكوير ناقص اللي فوق زائد، سوري هنا ايه؟ اكس سكوير، صح ولا لا؟ يبقى ار سمول سكوير هي عباره عن ايه؟ ار كابيتال سكوير ناقص اكس سكوير. ينفع؟ يلا نبدلها يلا. يبقى بتساوي نص زي ما هي، ام نوت زي ما هي، والباي زي ما هي. ينفع تخلي ار اس 4 خليها ار تربيع الكل تربيع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه عملت كده؟ عشان اشيل ار تربيع واحط مكانها ايه؟ ار كابيتال تربيع ناقص اكس سكوير. ايه؟ ار كابيتال سكوير ناقص ايه؟ الكل ايه؟ سكوير بالنسبه لمين؟ طب استنى بقى، انت بتكمل بالنسبه للاكس، صح؟ مش الاكس ديت متغيره؟
هتوصل للنص الاولاني وللنص الثاني مش كده لما حاطط المحور في النص كده الشريحه دي لما توصل لهنا هتبقى الاكس يمين سالب ار طب هنا موجب ار صح ولا لا لان المحور في النص قبل المحور هوصل لسالب ار وبعد المحور هوصل لايه دي موجب ار يبقى في اللي فين من سالب ار لموجب ار انت عارف كده بقول من سالب لموجب ممكن اقول من زيرو لار بس اضرب في كام اضرب في 2 عارفينها دي ده كام ممكن اقول اهو من زيرو لار واضرب في 2 وفي نص يبقى اتشال طب كمل معايا فك القوس التربيع ازاي فك القوس التربيع ام نوت في باي تكامل الاول تربيع يعني ار اس 4 زائد الثاني تربيع يعني كام اكس اس 4 بعد كده الاول في الثاني في 2 يبقى سالب 2 ار تربيع اكس تربيع على فكره لسه ما كملتش بنفك بس يلا نكمل بقى من زيرو فين؟ من زيرو لار تكامل الخمسه بالنسبه لدي اكس ايه؟ خمسه دي اكس طب تكامل السته بالنسبه لدي واي؟ سته واي معنى كده بيكون عندي ثابت بكمل بالنسبه لحاجه بس زائد الحاجه الثانيه دي طب تكامل ار بالنسبه لدي اكس والار ده ثابت يبقى ار اكس حد فاهم؟ طب يلا اهي ام نود وباي هي هي افتح كوز بقى اهو تكامل ار اس 4 يبقى ار اس 4 بس ايه؟ اكس اكن بقول 5 اكس يعني طب تكامل اكس اس 4 لا ده متغير هجمع النص الواحد بس يبقى ار اس 5 على كام؟ على 5 ناقص 2 2 ار تربيع ده رقم ثابت ماليش دعوه بيه اللي بيتكامل اللي جنبه اكس تربيع تبقى ايه؟ 3 على كام؟ على 3 ده كله من فين لفين؟ من 0 ل ار شيل كل اكس وحط مكانها ار يبقى عباره عن ايه؟ ام نود في الباي بدل ار اس 4 في اكس يبقى ار اس 5 حد عارف كده ولا لا؟ هي 4 وجاي لها اكس مكانها هحط مكانها ايه؟ ار طيب زائد اكس اس 5 تبقى ايه؟ ار اس 5 على كام؟ على 5 ناقص 2 على 3 ار تربيع في اكس تكعيب اللي هي تبقى برضه ار صح لا تبقى كام؟ ار اس 5 برضه اعمل ايه في ار اس 5 دي؟ خد عامل مشترك يبقى عباره عن ايه؟ ام نود في باي في ار اس 5 يتبقى 1 زائد 5 ناقص 3 هي 8 على كام؟ 8 على 15 جت منين؟ 1 زائد 1 على 5 ناقص ايه؟ 2 على 3 لحد كده تمام؟ طيب هعمل ايه يا باشمهندس؟ وانا كل مره بسيب ام نود ولا بدلها؟ ازاي بدل ام نود؟ حط مكانها شيل ام نود وباي على 3 4 3 باي قلت اجيب حط مكانها ايه؟ ام كابتن طب انا عندي 4 3 بص يا باشمهندس ينفع تعمل كده ام نود وباي ار اس 5 شوف بقى خليها ار تربيع ار تكعيب ينفع؟ طب 8 على 5 ينفع اخليها 4 على 3 في 2 على 5 شيل اللي انت عايزه بقى هشيل ايه؟ هشيل ام نوت وشيل مين معاها تاني؟ 4 على 3 مين معاها كمان؟ الباي ومين كمان؟ ار تكعيب ده كله مين؟ ام كابتن كل ده ام كابتن يبقى هنا هنا 2 على 5 ام كابتن ايه؟ صعبة؟ فهمتوها يا شباب؟ فاكر الزاوية بتاع السكيت بتاعك في كام بالاخر؟ 2 على 5 ام ايه؟ ار سكور. طبعا بقى بنظريه المحاور المتوازيه ممكن تجيب بقى النص بتاع المومنت بتاعها على ايه؟ عند التانجنت بيطلع 7 على 5 فاكرين؟ 2 على 5 او 7 على 5. كده مش الخلص كله؟